لأنه دعاه وناداه مع الله عز وجل. عشان كده قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ما بيلقى ولا نص دليل، ما عنده برهان يعني دليل. فما عنده دليل يا جماعة الزول اللي بيدعو من دون الله عز وجل. طيب يا جماعة، أي زول ينادي غير الله عز وجل هذا كافر في الشريعة الإسلامية، لأن الله تبارك وتعالى يقول، خلي بالك للآية دي، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ربنا عز وجل قال لو دعيت مع الله عز وجل واحد تاني معناه اتخذت إله، والفعل ده ما عنده دليل في الشريعة الإسلامية، وحكمه إنه لا يفلح الكافرون. يبقى الشغل اللي بيسوصوا فيها ده واللي بيدعوك له ويقول لك قم يا خي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي وداعية الشرك، الجو امبارح هنا وقال للناس يجوز انك تقول يا رسول الله ويا البرعي ويا المكاشفي ويا صايم ديما، وده كله جائز. ده داعية شرك يدعو الى الشرك بالله عز وجل، وعارف الكلام ده ما عنده عذر. ناظره اكثر من 100 مرة، ناظره زول مناظرات عديدة، ادخل في القناة في اليوتيوب اكتب المناظرة مع حامد بابكر، المناظرة الكبرى ناظره الشيخ مزمل حفظه الله وجغم وانتهى منه. والشبهات بتاعته دي مع انه الشيخ حفظه الله رد عليها كلها الا انه لا يزال مصرا، راسه قوي مصر انه يمشي الشرق والغرب والشمال والجنوب، ما ترك ارضا الا ونزل فيها ودعا الناس الى الشرك بالله عز وجل. شوف نحن هنا في المكان ده لن نترك شيئا من الشبهات التي جاء بها الا ورددنا عليه بالحجه من الكتاب والسنه. نحن هنا عندنا ادله من الكتاب والسنه. في صوفي يقدر يجي ينزل معانا هنا في الميدان؟ اتحدى جميع الصوفية في الكرة الأرضية في السودان ولا من برا من أي مكان، أي زول عنده اعتراض على حرف واحد من القاعدين نقوله هنا يجي والفرصة مفتوحة له يناقش نقاش علمي. ما عندهم أدلة ولا عندهم حاجة، هؤلاء دعاة شرك بالله عز وجل. لذلك نحن هنا في المقام ده ندعو إلى التوحيد والسنة، ونحذر وننهى عن الشرك والبدعة. ده الشغل الشغالين هنا في الحلقة دي وفي غيرها من منابرنا إن شاء الله. ندعو إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ده أحسن زول يا جماعة. عشان كده ده نصيحة لجميع الإخوان يا جماعة، إنه الآن الحرب في زمننا ده بقت حرب علمية، حرب علمية. يلزم جميع الإخوان، أي زول يا جماعة، يعرف الحق بدليله ويعرف شبهات القوم. الجماعة دول ما عندهم دليل، نص آية حديث ما عندهم، والله صحيح، ولا آية ولا حديث، وإنما أقوال باطلة. أنت يلزمك تعرف الحق بدليله وتعرف شبهات القوم وتعرف كيفية الرد عليها. ما عندهم حاجة، لو قريت الشبهات بتاعتهم دي وحفظت الرد عليها لو مشيت أي مكان في الكرة الأرضية يا شبهاتهم دي بس
جايبيننا من كتاب ألفه أحد دعاة الشرك اسمه مفاهيم يجب أن تصحح. بس كل ما عندهم في هذا الكتاب. وأصلا دعاة الشرك دالي يا جماعة أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. أي واحد بيشيل من الثاني، أي واحد بيشيل من الثاني، وما عندهم شبهات جديدة، كلها شبهات قديمة رد عليها علماؤنا وبينوا وكشفوا زيفها. راجع كتاب هذه مفاهيمنا لصالح على الشيخ حفظه الله، فيه رد على شبهات الصوفية ودعوتهم إلى الشرك بحجة وبيان. كتاب هذه مفاهيمنا ده من أعظم الكتب الكشفت شبهات هؤلاء القوم وكشف حالهم وبين ضلالهم. كتاب مفاهيم، هذه مفاهيمنا رد على كتاب مفاهيم يجب أن تصحح الذي ألفه هؤلاء القوم. فالقوم يا جماعة ما عندهم حجة وما عندهم نصوص وليس لهم أدلة يعتمدون عليها. لذلك يا جماعة يلزم أي زول من إخواننا وإمن يسمع هذا الكلام إنه الأمر ذا قد يكون في يوم من الأيام فرض عين عليك، تكون قاعد في محل ويأتي هؤلاء دعاة الشرك وينزل في المحل اللي انت قاعد فيه ويضللون الناس. جبال أخونا أبو القاسم جزاه الله خير ذكر لك الشيخ أبو القاسم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم شنو؟ الأئمة المضلين. زول إمام لكن بيدعو الناس للضلالة زي ما بيعملوا القوم دل. فإنت تكون قاعد في محل يمكن ينزل عليك الناس زل. فإذا ما كنت مسلح وعارف طرق هؤلاء القوم وشبهاتهم وأباطيلهم ترد عليهم كيف انت ما عارفه؟ فدي مشكلة كبيرة جدا، ويؤتى الإسلام من قبلك. عشان كده أي زول يا جماعة يشد حيله ويجتهد في طلب العلم الشرعي الصحيح ويستمع لعلماء الكبار، ولا تعتمد على دعاة الحزبية من جماعة أنصار السنة ومن لف لفهم، لأنه دال تركوا الدعوة الصحيحة بدل ما كان كما قال الإمام مقبل رحمه الله لقد كانت دعوتهم دعوة عظيمة لا يكاد يوجد لها نظير. لكن بعد ذاك غيروا وبدلوا لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وأصبحوا دعاة مادة كما قاله الإمام مقبل رحمه الله عز وجل. بقوا دعاة مادة وبقت دعوتهم دعوة سياسية. فلا تعتمدن على أحد من أنصار السنة أبدا، بل هم ذاتهم بقوا مبتدعة أيها شيوخهم ودكاترتهم كلهم صاروا من أهل البدع وهم من الإخوان المسلمين، من الإخوان المسلمين. فتحذر من ذل. لو في واحد قاعد معاك في المسجد اعتبر نفسك براك إنه ما معك زول، عادل كده اعتبر نفسك إنك قاعد في هذا المسجد براك وشك طريقك في الدعوة إلى الله عز وجل، وما تعتمد عليهم لأنه ذل أكبر مخذلين الآن، أكبر مخذلين. داعية الشرك بجاي يقول للناس يجوز تشرك بربنا عز وجل وتبقى كافر بالله وتدعو الشيوخ من دون الله، وده بهينا شغال. لابد من الحكمة، حكمة في عينك. دال دعاة باطل يا جماعة، والله صحيح، والله دال ما ينصروا حق ولا ينصرون عقيدة ولا يجاهدون لجهاد. الشغل ده يا جماعة وكشف الأباطيل وبيان الحق بدليله ده جهاد في سبيل الله عز وجل. عشان كده ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به جهادا كبيرا. ده جهاد الحجة والبيان يا جماعة. لازم الناس تجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، والزول يكون جادي في التزامه الحق ولا يلتفت إلى هؤلاء القوم كلهم يرمونك عن قوس واحدة.
كلهم بيقبلوا عليك. بل والله يا جماعة أنا رأيت وسمعت من يستنجد بالصوفية من هؤلاء القوم. مين أنصار السنة ديل؟ واحد يحرج علينا الصوفية في المسجد يقول لهم ديل ما تخلوهم يتكلموا، ديل ما عندهم أسلوب، وهؤلاء ينبذون. ينبذوا منو؟ ينبذوا كيف؟ والله يا جماعة يحرج علينا دعاة الشرك بالله عز وجل ويقعد بعيد يضحك ويتفرج. اضحك واتفرج، نحن بننتهي من ديل ونقبل عليك انت ذاتك يا عفن. والله يب. والله ما نخليكم كلكم دعاة الشرك بالله عز وجل ودعاة الحزبية من الإخوان المسلمين وفروعها التي تفرعت منها كأنصار السنة وكجمعية الكتاب كمركز عام ولا غريب ولا طفح، كلهم كلهم والله ما نخليكم، والله العظيم ما نخليكم.